مؤتمر قوتي دولي عن السياسة المحلية والدولية، والنائب جورج عدوان يشدد على دور الشباب في محاسبة قادتهم من أجل وضعهم أمام مسؤولياتهم. عدد كبير من الأحزاب المسيحية الأوروبية الديمقراطية والمحافظة التابعة لجمعية دمك الأوروبية اجتمعت للمرة الأولى في لبنان خارج نطاق القارة الأوروبية في أحد أبرز المؤتمرات الدولية بدعوة من دائرة العلاقات الخارجية في مصلحة طلاب القوات اللبنانية، وذلك نتيجة للمؤتمر الذي كانت نظمته المصلحة منذ أشهر والتي استضافت فيه أكثر من 35 بلدا يمثلون أحزابا متعددة. هدف المؤتمر الذي يستمر حتى 28 من شباط التفاوض بشأن السياسة المحلية والدولية، وهذا ما أظهرته الجلسة الافتتاحية التي حضرها النائب جورج عدوان. هذه زيارتي الثانية للبنان في فترة 6 أشهر. هذا يبرهن مدى أهمية التواصل بين الدول والأحزاب السياسية المختلفة والنظرة الإيجابية التي يجب أن يتحلى بها القادة لفهم المجتمعات الأخرى، كما على القادة أن يكونوا على علم بالتحديات التي قد تواجههم. عدوان بدوره شدد على دور الشباب في صناعة المستقبل وتحدث عن دورهم في محاسبة قياداتهم، كما تحدث عن دور لبنان الرسالة في محيطه العربي. وجود مسلمين ودروز ومسيحيين هو موضوع غنى، مش ضروري يكون موضوع عطول حروب ومشاكل، وانه مثل ما في بلبنان عدة مكونات، بكل بلاد اوروبا في مكونات على قصص متعددة. هالمكونات فيها اذا عرفت تعيش مع بعضها تحول هالعيش المشترك الى موضوع غنى وليس الى موضوع مشاكل. واستغرب عدوان نظرة المشاركين الاوروبيين الى التعاطي السياسي في لبنان. استغربت انهم بيعرفوا بالوضع اللبناني على شوي رح اقول ادنى، وما عندهم نظرة كتير إيجابية عن التعاطي السياسي بلبنان وعن القيادة السياسية بلبنان. في جزء منها صحيح، بس في جزء منها مبالغ فيه. وكانت جمعية دمك في مستهل النهار زارت البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس فير، وطلعت منه على وجهة نظره بالنسبة إلى الأوضاع العامة في لبنان وإلى دور المسيحيين فيه وفي المنطقة. كما التقت الجمعية بعد المؤتمر رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. إغلاق إحدى الطرق المؤدية إلى كنيسة مار متر في الأشرفية في محاولة